دايما لما بنلاقي عيان عنده حول دائم موجود في عين واحده وعنده ضعف شديد في هذه العين، ما بنبقاش عارفين بايهما بدا، هل لان العين حوله العين ضعفت ولا عشان هي ضعيفه حولت، وات ايفر العين حولت خلاص بقى عنده حول وعنده عين ضعيفه جدا. ساعات بنلاقي العين ده سبب الضعف ما شخصناه ولكنه غير قابل للاصلاح، بنلاقي عين فيها بعض امراض الشبكيه الخلقيه، بنلاقي فيها ضمور مثلا عصب بصري، بنلاقي تليف شبكيه نتيجه سكر متقدم، بنلاقي اي سبب اخر من اسباب لتؤدي للضعف الشديد في الابصار. العين اللي بيضعف ابصارها جدا بتميل الى انها تنحرف سواء الى الداخل كحول انسي وسواء الى الخارج كحول وحشي. بما ان الابصار غير قابل للاصلاح فوظيفتنا في هؤلاء المرضى هو اصلاح الحول فقط تجميليا عشان نصلح مظهرهم، وده بنسميه الحول التجميلي. بعض الدكاتره بيقولوا للمرضى انت لو عملت العمليه لان العين ما بتشوفش العين هتحول تاني. طبعا الكلام ده وارد وليه نسب طبيه معروفه ولكن ليس هو القاعده الثابته. بعض هؤلاء المرضى اللي عندهم ضعف ابصار شديد في احد العينين لما بنصلح لهم الحول في هذه العين احيانا وليس دائما بيعود اليهم الحول بعد سنين من الجراحه، ودي ما بتبقاش مصيبه ما بتبقاش كارثه، ممكن اجراء العمليه مره ثانيه واصلاح العين مره اخرى، وممكن اصلاحها مره اخرى بعد سنين برضو اذا عاد الحول مره ثانيه.